مرحبا بكم معنا في موضوع تعريف النباتات، النباتات البرية ونباتات الزينة. عندنا اليوم نبات خضار صاروخ الجدار السنوي أو الفصلي أو بعد هطول الأمطار أو خفج جداري، هو نوع من النباتات تتبع جنس الخفج من الفصيلة القرنبية. هذا النبات موطنه أوروبا وآسيا وأفريقيا، ولكنه موجود في جميع أنحاء العالم المعتدل. ينمو في المواقع المستنقعات والأرض المنطربة، يعني الأرض الخصبة أو توفر المياه. إنه نبات سنوي بعد هطول الأمطار، في بعض الأحيان ينمو كمعمر، يصل ارتفاعه تقريبا إلى 60 سنتيمتر أو 15 إلى 60. على سكان غير الممنوحة، لها أوراق مفصصة تشكل وردة قاعدة. النبات يبلغ طولها تقريبا من 9.2 سنتيم، وعرضها تقريبا 2.1 سنتيم. تزهر في الصيف بين مايو وسبتمبر في المملكة المتحدة، وبين أبريل إلى أغسطس في الصين. الأزهار صفراء لها كوابل مستطيلة وبتلات أطول فيما بعد، تنتج كبسولة فاكهة طويلة أسطوانية بمنقار قصير يحتوي على صفين من البذور البنية الصفراء، وهي بيضاوية الشكل أو بيضاوية الشكل. طبعا النبات هذا يستخدم أحيانا كسلطة أو يطبخ، لكنه نبات بري بالدرجة الأولى. ينتمي لعائلة الكرنبية، منه الخس والكرنب وغيرها من الخضار. لا تنسوا الاشتراك وعمل لايكات وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام.